نوستالجيا يا صباح الخير يا اللي معانا صباح معسكر نفتح نزهر حول النور كلنا كلمتين وبس فانتاستيكا فانتاستيكا اهلا بيكم وحلقه جديده من حنين حيدر. النهارده معايا ضيف يعني عزيز على قلبي جدا جدا جدا، بعرفه من حوالي يمكن 30 سنه من اوائل التسعينات، واتعرفت عليه في مجال الاعلام بتاعي لان هو كان المدير الفني لمنتخب مصر للسكواش، وكانت بطوله الاهرام الدوليه للسكواش كانت مقامه في الهرم، وكان اول تعامل معايا ليه في هذه البطولة، وكان هو مدرب ولاعب في نفس الوقت، كان بيدرب أحمد برادة البطل المصري، وكان أياميها التنافس شديد جدا بين أحمد برادة وبطل العالم جان شرخان الباكستاني، وكان الأجواء حماسية بطريقة كبيرة جدا. ضيف الكريم ضيف في يعني وطني من الدرجة الأولى، ونجم كبير جدا 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 في مجال السكواش، وفي نفس الوقت بساطة الدنيا وأخلاق الدنيا وأدب الدنيا ومجدعة الدنيا وابن بلد بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. ضيف الكريم أكيد أكيد عرفتوه، لكن قبل ما أقول لكم اسمه لازم أقول لكم أنه تقلد الكثير من الأوسمة والناشئين ورفع علم مصر في الكثير من البطولات سواء كلاعب أو كمدير فني، واستفاد باتحاد السكواش ويمكن كمان المنتخب المصري، إن هو كان يمكن زي ما نقول كده يعني المستشار أو المشرف العام، أو يعني كان ليه كلمة كبيرة في اختيار اللاعبين والمعسكرات وكل الحاجات دي. ضيفي الكريم النهاردة اللي معايا هو أمير وليد. اهلا بك يا امير، يعني انا سعيد جدا انك منورني في نوستالجيا حنين حيدر، وبجد حنين للزمن الجميل، حنين للوقت الثمانينات والتسعينات، وكل واحد حابب وقت معين اكيد. خلينا بس نتعرف على ايه هو الزمن الجميل بالنسبه لامير وجيه، ولو اخترت انك ترجع لفتره معينه تختار اي فتره؟ الشباب، الطفوله، الثمانينات، التسعينات. امير، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، يا رب علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير ودايما في صحة ونجاح وازدهار. طبعا رمضان لي معنا كلنا ذكريات جميلة جدا في كل مراحل السن، يمكن في مراحل الطفولة دي ذكرياته، مراحل الشباب دي ذكرياته، حتى لما الإنسان بيتخرج من الجامعة وبيكبر بيبقى ليه ذكريات جميلة. فطبعا رمضان دوت بنستناه بفارغ الصبر من سنة لسنة، وبقينا في يعني اوقات جميله جدا هي دي اللي بتفضل متعلقه معانا مدى العمر كله. بالنسبه لاحسن مراحل الحياه، يعني الواحد بالنسبه لي انا فتره الطموح والحلم وفتره الامل، اللي انا كنت نفسي طبعا وانا صغير ابقى لعيب كبير جدا ومشهور، ابقى اعلامي بزاف في العالم، واقدر ارفع علم بلدي في المحافل الدوليه واعمل تاريخ لبلدي من خلال لعبه السكواش اللي انا بعشقها، وفعلا يعني اديتها عمري كله. ف قدرت ان انا اوصل لكل المراكز العالميه، سواء لاعب ككوتش كهيد كوتش ككونسلتنت، لفيت العالم كله اكتر من مره الحمد لله، حققت فيها كل طموحاتي وقدرت اعمل لبلدي تاريخ وانجاز كبير جدا في لعبه السكواش، وان شاء الله اللي جاي احسن، لان دايما الانسان لازم يفضل في طموح وفي تحدي والدنيا ما بتقفش، لازم الواحد يفضل على طول بيشتغل 400% عشان يسبق اي حد، ودوت اللي بيخلي اللعيب او المدرب او الكوتش او اي حد يكون متميز عن غيره، هو العطاء. العطاء اللي بتدي كتير جدا وبتدي من قلبك وبحب. امير، كنت عايز اكلمك ونتعرف معاك اكتر على ذكرياتك في رمضان، رمضان زمان ورمضان دلوقتي، وايه هي اهم الاجواء الرمضانيه اللي بتحرص دايما انها تكون متواجده، وايه هو اللي بتفتقده من الاجواء الرمضانيه القديمه؟ رمضان طبعا والذكريات، واحلى ذكريات في رمضان بتبقى ذكريات الطفوله واحنا صغيرين، طبعا الجيران والصحبه والاهل، وقبل التكنولوجيا وتقدم الحاجات دي كلها بتشغلنا
يعني زمان كنا رمضان لما بيجي بنتجمع كلنا والجيران ولازم نفطر مع بعض ونتسحر مع بعض ونقعد لغاية الفجر، نصلي الفجر سوا ونفضل قاعدين في النادي، ويبقى الواحد يعني ما بيصدق ان النهار يطلع عشان خاطر يروح النادي. وكنا بعد ساعات طبعا من احلى الذكريات الواحد بيفتكرها وهو صغير، كنا زمان هواية الصيد بقى، كنا كل واحد يشتري بندقية نروح نصطاد عصافير وبتاع والفجر طالع، والحاجات دي كلها كان يعني دايما الواحد عمره ما بينساها. وبنقعد طبعا مثلا ساعتين نضيع وقت من الفجر لغاية ما النهار بيطلع، ما نصطادش عصفورة واحدة، والضحك والهزار والمواقف الجميلة مع احلى الاصحاب، لان طبعا لما بنكبر كله بيتفرق، اللي بيسافر، اللي بيشتغل بره، بيشتغل جوه، المشاغل الحياه دايما بتفتر في ذكرياتنا، هي الذكريات الحلوه بتاعت رمضان. انا بالنسبه لي ذكريات الطفوله اللي عمرها ما تتنسي، واحلى الذكريات لغايه دلوقتي لما بنتجمع انا واصحابي اللي اتجوز واللي سافر واللي هاجر واللي رجع، بنفتكر الحاجات الحلوه دي ونضحك. رمضان ده لازم يبقى فيه اوكيجن كده يعني خاصه، وذكريات جميله في القلب بتفضل متعلقه طول العمر. طبعا دلوقتي احنا تقدم ده والتكنولوجيا اثرت كتير جدا علينا كعاداتنا وتقاليدنا. يعني في رمضان زمان كنا، انا فاكر ان احنا صغيرين اول بالذات اول اسبوع اسبوعين بس، بص تلاقي احنا بنودي مثلا اكل من الطبخ المعين اللي احنا عاملينها للجيران اللي قدامنا، وهم بيبعتوا لنا نفس الطبق، حد بيبعت لك مثلا الدور اللي تحت الحلويات اللي هم عاملينها، بنشارك كلنا، بتلاقي نفسك بتاكل من كل بيت ومن كل يعني صنف زي ما بيقولوا كده. وكانت دي حاجات دلوقتي بتلاقي قلت جامد جدا مع اللي احنا فيه، وما بقاش فيه يعني ذكريات المانوار زي ما كانوا بيقولوا، او عاداتنا اللي كانت قديمه. التقدم والتكنولوجيا وانشغال الناس دوت اثر على عاداتنا كتير جدا. بنحاول على قد ما نقدر اننا نجمع مثلا الاصدقاء او العائلات، او برضه بنتجمع في يوم مثلا في شهر ولا حاجه. زمان كنا كل يوم بنتجمع، كنا على طول متجمعين في سواء في السحور او في الفطار او في المناسبات، بتلاقي دايما كل العمراء او كل الجيران بيبقوا متكاتفين مع بعض. دلوقتي يعني مع السرعه واللي احنا شايفينه التكنولوجيا والسوشيال ميديا دي اللي اثرت على العالم كله مش بس على عاداتنا وتقاليدنا، فيعني نحاول ان احنا نتمسك برضه بالحاجات اللي هي بتبقى دايما متعلقين بيها وبنحبها. يعني انا شايف لغايه دلوقتي الحمد لله من العادات اللي احنا لسه محافظين عليها بنحط فانوس رمضان. يعني فانوس رمضان ده بيبقى في كل بيت او على كل بيت من بره لسه بنحط الزينه. الحقيقه من الحاجات اللي حابب اتكلم فيها برضو عن امير وجيه، ان هو من ايام البطوله بتاعه الاهرام الدوليه للسكواش، ومرورا بقى بطوله الغردقه وبطوله الجونه والبطولات الدوليه التانية اللي كان دايما بيبقى متواجد فيها سواء كلاعب او كمدرب او مدير فني، كان دايما بيبقى فيه ده بعيد طبعا عن لقاءاتنا الشخصيه ان احنا اصحابه كده يعني، لكن الموضوع ان احنا يعني كاز بروفيشنال انا كمقدم برامج او كمذيع وبغطي البطولات دي، وهو كمدير فني او مدرب او كلاعب، كان دايما بيبقى فيه مقابلات جميله جدا، وكان دايما يعني بيدينا احنا البرايورتي للتلفزيون المصري. كان بتلاقي قنوات كثيره جدا وصحفيين والناس كلها جايه من اخر الدنيا عشان خاطر تاخد لقاءات معاهم، لكن هو كان دايما يروح للنايل تي في انترناشونال او الفضائيه المصريه اللي انا كنت بشتغل او ما زلت بشتغل فيهم، عشان خاطر يديهم السبق الصحفي. كان دايما الابطال الاجانب كانوا دايما برضه هو كان بيانتروديوس لينا، وكان هو دايما بيحاول ان هو يقرب المسافات ويسهل عمل التلفزيون بتاعي، يعني بيسهل لي عملي جدا ان هو يجيب لي النجوم ويقول لي تعالى في فلان وفي فلان ومش عارف مين ده بطل العالم واديني داتا عنه. كان بيسهل الدنيا كلها عشان خاطر نطلع البطوله على اكمل وجه، ونوري الناس جمال بلدنا، ونوري الناس ازاي ابطالنا قدروا ان هم يكسبوا ابطال كبار زي دول. امير، يعني انا عايز اعرف اكتر عن امالك وطموحاتك في الفتره اللي جايه. بالنسبه طبعا لطموحاتي واحلامي، الحمد لله رب العالمين، كل ما الواحد بينجح بياخد خطوه لقدام، بيدور على الخطوه اللي وراها، دايما الانسان لازم يبقى طموحه للسما، ما بقاش عنده طموح محدود. اللي بيفرق ما بين حد بيعمل تاريخ او بيعمل بيبقى اسطوره او بيبقى عادي او مميز او متميز، هو مجهوده، هو احلامه، هو النو هاو اللي عنده، هو الافكار، الخبرات اللي بياخدها من السفر، من الحاجات اللي بيفتكرها هو، من نفسه، من شخصيته، من جوه، من قلبه، من حبه للشغل. طبعا سبايس ده هو عشق الاول والاخير، اديته عمري كله، وكل الحمد لله اديته وصلت لاعلى المناصب، خدت بطولات العالم كلها سواء كوتش او كهيد كوتش او اسيستنت او كلاعب. فطبعا يعني سبايس
الكويس بالنسبه لي اللي ما توقفش الطموح بتاعي عنده، من خلال ان انا لحد دلوقتي بقدر انظم بطولات، بقدر اعمل ايجنت وسكولر شيب لبعض اللاعبين اللي بيحلموا ان هم يكون عندهم سبونسر شيب او ان هم يسافروا يتعلموا بره او يقدروا يوصلوا لاحلامهم مع او الناشئين الصغيرين اللي هم بيحلموا يكونوا ابطال عالم زي اساطيرنا اللي هم اترفعوا على قمه الاسكواش دلوقتي من وهم صغيرين. انا بحب ان انا دايما اكون مع الجونيور بروجرام او مع المستقبل او مع الشباب اللي طالع. انا بحب اساعد الفيوتشر دايما، لان طبعا اللي وصل وصل واللي وصل بيقدر يحقق انجازاته، لكن طبعا في احلام كتير جدا زي ما انا كنت صغير ولي احلام وناس ساعدتني كتير جدا عشان اوصل لاحلامي. انا بحاول ان انا احقق احلام كل اللاعبين الصغار السن والجونيور بروجرام اللي انا بدعمه بقوه. امير وجيه اسطوره من اساطير الاسكواش المصري والعالمي والعربي والافريقي، وزي ما انت عايز تقول قول. طبعا بجد عالم من اعلام الاسكواش، ليه بصمه كبيره في حياه كل الابطال المصريين من التسعينات لحد دلوقتي. يمكن احنا بنتسايد الرانكينج سواء اولاد او بنات او سيدات او رجال في الترتيب العالمي، وهتلاقي دايما في بصمه امير وجيه موجوده، سواء في التمرين سواء في النصايح سواء في الارشادات، حاجات كتيره جدا بيقوم بيها عالم من اعلام الاسكواش المصري واسطوره من اساطير الاسكواش المصري، كابتن مصر نجم النجوم كابتن امير وجيه. انا بتشرف جدا يا كابتن امير بالنسبه للناس، ويا امير بالنسبه لي عشان انت اخويا وحبيبي طبعا، وبتشرف جدا انك نورتني في نوستالجيا حنين حيدر. بجد سعيد جدا احنا عملنا الحوار ده، وان شاء الله يكون في حوارات تانية كتير في الفتره القادمه. بشكرك شكرا جزيلا، نورتني. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة ونوستالجيا حنين حيدر. Fantastica, fantastica.